دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة وتأييدا لعملية طوفان الأقصى، ندعوكم للحضور في ميدان الشهداء الجمعة 14 بتوقيت طرابلس في وقفة تضامنية نبعث فيها رسالة للعالم أجمع بأن الليبيين مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وأن المسجد الأقصى والقدس خط أحمر. حضورك أقل واجب لنصرة إخوانك. يا قدس يا فخر العروبة والهبات، ترجعي إلا لمن